على مشارف العيد، على مشارف الصيف ايضا. دابا هذا العام جوا شويه رمضان بكري، كاينه واحد شويه ديال 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 المسافه بالنسبه للصيف، الناس تبغي توجد دارها، تبغي تنقي ركنيها الى غير ذلك. و جا واحد جوج المره سؤال اللي خلاني انني نبغي نطرح اليوم السؤال عليك، هي على الجوده ديال الصباغه. الناس طرحوا السؤال، قال لي كنبغيو نديروا صباغه ديكوراتيف، ولكن المشكل اللي عندنا هو انه كيكون مشكل في لونتروتيان، خلاص الا كانوا الوليدات في الدار تينبشوها شي شويه، الا حطينا غير شي ديفيوزور وكان البخار بزاف وكذا وهذا كيدير مشكل، الا حطينا شي اكسسوار كيدير مشكل، وما كنزعموش بغينا نديروا الصباغه ديال الزيت مشكل، بغينا نديروا الصباغه العاديه مشكل، السيمي مات مشكل، ديما كاين هاد الخوف من الصباغه. كيفاش نقدروا انا نختاروا صباغه اللي هي مناسبه، اللي هي كتصبر في نفس الوقت تعطينا داك المنظر الزوين؟ دابا حنا كنا بغينا داك المنظر الزوين، ولكن كيكون التخوف من داك لونتروتيان بعد. داكو، حنا مزيان ملي جبنا هذا الموضوع هذا، حنا غنهضروا الفرق ما بين الصباغه. داكو، غنبداو بالصباغه ديال الزيت. الصباغه ديال الزيت فيها ثلاثه. كاين الصباغه ديال الزيت اللي الناس كلشهم كيقول لها ديال الزيت، اللي هو اللاكي البريون. أيه. وكاين الصباغه ديال الزيت اللي هي الماك، تكون ماك هي كتخلط بريسونس. وكاينه الصباغه ديال الزيت اللي هي الساتيني كتكون دومي مات، كتكون ماشي ما كتكونش ماك، بيناتهم بجوج وي ما كتكون فيها ديك لا بريونس كثيره. هاد الصباغات هادو كلهم لافونتاج ديالهم هو انهم كيتنيطوايو، كيقدروا يتغسلوا كاريما، نقدروا نكبوا الماء ما كاينش مشكل. تخوي عليهم الماء، تغسلهم، ما كاين حتى شي مشكل. سيمي مات يعني البريون والمات وسيمي مات. ثلاثه. اييه. داكو. المشكل ديالهم هو ملي كتكون عندنا شي ضربه، مثلا هزيتي شي طبله وتجرح لك الحيط، او لا ضربتي الحيط بشي حاجه. هنا في كيكون المشكل. هذاك لو بان وهذاك الحيط ما يمكنش لنا نديروا الغوتوش ديك البلاصه، خصنا الحيط نعاودوه كامل. يعني من القنت حتى للقنت. اذا ما درناش هاد القضيه غير يبان الفرق. اذا درنا الغوتوش غير الضريبه، واخا تكون نفس الصباغه نفس البوغ، يبان لك الفرق، كتبان الضربه ديال الرولو او ديال البانشو. اييه، هذا المشكل الاول. بالنسبه ملي غنجيو نهضروا على لا بانتور ديكوراتيف، بصفه عامه يعني واحد 90% ديال الناس اللي كيسولوا على صباغه ديكوراتيف راه معروف لو موديل. كاين فيه بزاف ديال لي ريفيرونس على حسب الشركات، كل شركه وشنو مسمين هاد لو موديل ديال لا بيتور ديكوراتيف اللي كيكون فيهم الغماج. هاد الصباغه هادي المنظر ديالها زوين، فيها الالوان، فيها لي كولور اللي بغينا، كاينين موجودين تبارك الله، فيها لو شوا. كاريمون حتى هي ولات كديرها لا بريباراسيون، الا بغيتي شي كولور سبيسيال كتمشي وكدير لا بريباراسيون بيان سور عند الناس اللي عندهم لا ماشين. المشكل ديالها هو انها ما كتغسلش، ولكن لافونتاج ديالها هو ان الا توسخات لنا واحد البلاصه او لا ضربات، ممكن نديروا الغوتوش لديك الضريبه بوحدها وما كيبانش الفرق. بشرط ان تكون باقي عندنا الصباغه باش تبغنا، او لا نكونوا عاقلين على ريفيرونس. مثلا الا صبغنا بصباغه ديكوراتيف ديال لا مارك الفلان الفلانيه وبلا ريفيرونس الفلان الفلانيه مثلا، يعني ما يمكنش نصبغ مثلا بواحد الماركه ديال واحد الشركه ونمشي نبغي ندير روتوش بماركه ديال شركه اخرى، واخا نكون صابغ غير بالبيض ديالها. البيض ديال هاد لا مارك مختلف. نكون عارف لا مارك باش صبغت، نكون عاقل عليها ولا ريفيرونس. يعني اش من نمره، الا كانت بيضه راه معروفه، البيضه فيها جوج، كاينه البيضه وكاينه كاين البلون وكاين الاكسترا بلون. وعاد كاينين الالوان عندهم لي ريفيرونس ديالهم. الا كنت صابغ اون ريفيرونس اللي مشي ليا بريباري، كناخذها كندير بها لو غوتوش، ما كيبانش الفرق. انا سامي في هذه النقطه هذه اللي قلتي، كاين بعض الناس مثلا اللي كيقول لك مثلا صبغت وشاط ليا واحد شي شويه وخليته، ولكن هذاك الشويه اللي خليته مثلا يقدر يبقى واحد المده كبيره. شحال هي مده الصلاحيه مثلا ديال الصبايغ كاملين، ماشي فقط غير ديكوراتيف؟ ممكن ان يبقى عندنا مده طويله، بشرط ان يكون في واحد البلاصه اللي ما فيهاش لوميديتي وما يكونش محطوط منه الارض هكذاك. مثلا ملي بغيو نحطوه يكون طرف ديال الخشب محطوط على طرف ديال الخشب، او لا طرف ديال الفرشي، او لا ما يكونش محطوط ديريكتومون فوق من الارض. داكو. هنا ممكن ان يبقى عندنا مده طويله، يبقى عندنا ممكن نديروا به الغوتوش. انا بيرسونيلمون ملي كيخيروني اونتر لي دو، كنفضل انني
ندير صباغه اللي ممكن ندير بها الغطوش على صباغه انها كتغسل، حيت في غالب الاحيان ملي كيكونوا عندنا وليدات كيكونوا شي طبيعي اللي صعاب انهم يتحيدوا حتى من الصباغه ديال حسب الغسيل، الغسيل سي فري. او لا ممكن انهم كيكونوا بلي جوي ديالهم او لا بشي حاجه كيضرب الحيط كنفكر لهذاك الغطوش. يعني بصفه عامه الا جمعنا هادشي كامل كنفضل ان الصباغه ديكوراتيف اللي ممكن انني ندير لها الغطوش سون بروبليم كنفضلها على الصباغه اللي نقولوا انها ممكن انها تغسل. Med radio, la radio qui m'aide. Med radio.